الثاني خلال أيام قليلة، ثلاثة صواريخ تضرب قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. سقط اثنان داخل مساحة غير مستغلة في القاعدة، والثالث في منطقة قريبة خارجها، ما أسفر عن إصابة موظف عراقي في شركة أمريكية. على الفور ردت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقصف الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ، وفق ما أفاد مراسل الحرة في صلاح الدين، فيما أطلق الجيش العراقي قذائف مدفعية باتجاه مصدر الصواريخ. لم تتبنى أي جهة عملية القصف على الفور، لكن جماعات موالية لإيران أبرزها عصائب أهل الحق تسيطر على أغلب محاور مدينة بلد، وفق ما أكده ناشطون عراقيون. هذا الهجوم جاء بعد ساعات من غارة للجيش العراقي على مخبأ لتنظيم داعش في سهول الطرمية، بالتزامن مع اشتباكات أسفرت عن مقتل 5 عناصر من التنظيم واثنين من مقاتلي الحشد الشعبي. خلال الأشهر الماضية عدة هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، آخرها قصف قاعدة عسكرية جوية يشغلها التحالف في مطار أربيل الدولي وبالقرب منها. لمناقشة هذا الموضوع معنا من أربيل الخبير الأمني عياد الطوفان. أهلا بك سيد طوفان معنا في العراق اليوم. بعد أيام قليلة على استهداف مطار أربيل يستهدف أو تستهدف قاعدة بلد الجوية، ما الرسائل المراد إيصالها؟ تحية طيبة لك سيد العزيز، تحية لمشاهدي قناتكم الكرام. من يسأل على هذا الخرق الأمني هي ويحاسب عليه هي الحكومة العراقية، لأنه إخلال بشرط من شروط عقد شراء طائرات F-16 بأن يجب أن تؤمن الحماية الخارجية من قبل قوات المسلحة. الرسالة التي يراد إيصالها من قبل الجهة المنفذة هي بالضد من التعاون المؤمل تنفيذه على واقع الأرض بين حلف الناتو والقوات العراقية من ناحية تدريبها وتسليحها وتجهيزها، بأن نحن ضد هذه العملية بذاتها. هذه الفصائل تريد رسالة أيضا إلى الأمريكان بأن نحن من نمسك زمام الأمن في الشارع العراقي ولا أحد غيرنا، ونحن من نقرر مصلحة البلاد. وبنفس الوقت هي رسالة للشعب العراقي بأنهم فوق الجيش وفوق أي مؤسسة أخرى. رسالة من سيد طوفان؟ من هذه الفصائل المنفلتة والسلاح المنفلت والفصائل الولائية التي تدين بالولاء إلى إيران، وهي ضد إقامة جيش عراقي قوي أو الاستفادة من قدرات قوات التحالف أو حتى حلف الناتو. ولكن دعنا نتحدث بطريقة أشمل ربما في هذا الإطار، لماذا يعني يستبعد تنظيم داعش من التورط بهكذا عمليات، خصوصا وأن العملية جاءت بعيد عملية الطارمية، أليس كذلك؟ يا سيد العزيز، نحن نتكلم عن قاعدة جبهتها 33 كيلو وعمقها 33 كيلو. جميع العشائر أو المناطق القريبة منها مدققة أمنيا ولم يصلها الدواعش أبدا. حتى عندما تم احتلال والسيطرة على مدينة صلاح الدين هم لم يقتربوا أبدا إلى هذه القاعدة المترابية الأطراف التي كانت سابقا فيها قاعدة البكر وكلية القوى الجوية ومخازن كبيرة جدا للاعتداء مترامية الأطراف تستطيع تأمين الدفاع ضد كل من يحاول أن يتقرب لها. الدواعش في أوج قمتهم وفي أوج سيطرتهم لم يستطيعوا ولم يصلوا لهذه القاعدة. هذا ليس تبرئة من الدواعش، لأنهم سابقا فقدوا الإمكانية من الوصول إليها، كيف الآن وهم يعملون على شكل مفارز يختبئون كالجرذان هنا وهنا. وبطبيعة الحال سيطوفان نحن نتحدث عن قضية يعني إمكانية استراتيجية وفنية لهذا الهجوم من تسليح الفصائل الولائية. طيب هل نتوقع ردا أمريكيا ربما على هذا الهجوم؟ هذا السلاح أيضا هو محصور بيد الذي
طبعا الرد الأمريكي سيكون بنوعين، رد مسلح، ورد الثاني قد يكون الإخلال بعقد الاتفاق على طائرات F-16. أستاذ سعد، هذه الطائرات عندما اشتريناها ووصلت إلى القطر في زمن السيد العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي، الجميع فقط وزير الدفاع والعبادي التقطوا عليها الصور الفوتوغرافية وفيديو للتعميم الإعلامي، لكنها لعدم تأمين محافظة صلاح الدين سرعان ما أقلعت ونزلت بقاعدة الرويشد، وكنا ندفع بدل إيجار عن مكوثة هناك، ولم يعود هذا السرب المكون من 20 طائرة إلا بعد استقرار الأمن. هاي نقطة. اثنين، من علقوا الأمريكان خصوصا وقوات تحالف إسنادهم للجيش العراقي، كانت سابقا عندما كانوا هم يتولون المهمة كانت يوميا أكثر من 17 طلعة لأكثر من 17 طائرة يوميا، الآن وصل المواصيل إلى ثلاثة ثلاث طائرات يوميا في أحسن الأحوال. هناك نقطة ضرورية أستاذ سعد إذا سمحت لي سريعا، لو سمحت. نعم. العقد بشراء هذه الطائرات من أمريكا هذا لم يتضمن شراء الأسلحة ولا الاعتداء، ولهذا كل العمليات اللي شاركت بها F-16 العراقية تسليحها كان وتجهيزها هو من الأمريكان مجانا. نعم، من أربيل كان معنا الخبير الأمني عياد طوفان، شكرا جزيلا لوجودك معنا.